إنها رحلة البحث عن الماء، ليس في مقديشو عاصمة الصومال، وإنما في مدينة الدار البيضاء. إحنا ولا الدار البيضاء وحكمت علينا الوقت، جينا القروية ياك، ودابا إحنا قرعة الماء ما كنلقاوهاش. إحنا في الحضارية وكنطلبوا بوديزة الماء نديوها بعشرين ونعمروها بعشرين، ما كافيش. هذه السقاية التي هي في ملكية إحدى الجمعيات هي المصدر الرئيس للماء الصالح للشرب بالنسبة لمئات العائلات التي تقطن بكريان دراعو، جامع العراقي التابع لدار بوحزة. كان ناخذوا الماء من السير من عند القراب، النقال ديال الماء من العوينه الحلوه، هاي انا كيبيع علينا ب 15 درهم، ونهار يكون الحال صخور والحراره كدوز ب 25 درهم 20 درهم، لان الوضعيه كاين الناس اللي مساكن هنا ضعافه في الماء جدا، ضعافه كاع. من اجل الحصول على الماء من هذه السقايه التي يتزود منها اكثر من 40 الف اسره بالماء الصالح للشرب، يكون على السكان الاستيقاظ باكرا مع بدايه طلوع الفجر والاصطفاف في طوابير في انتظار دورهم. خص الناس يباتوا فايقين باش يسقيوا الماء، واللي ما فاقش كيبقى ثاني شاد السيرفيس الغد حتى الليل. شكون ديما بنادم بحال ما كفات حال، واش حنا غادي نعسوا ولا غنباتوا نسقيوا؟ تقريبا ازيد من 4000 ساكن هنايا، العيان عنده 4 الاولاد، وهاد الماء تنخلصوا بهاد الطريفه اللي تتشوفوا. عندنا السكن الاقتصادي من هنا، والسكن الاقتصادي من هنا، والسكن الاقتصادي من هنا. الماء الحلول اللي تنشربوا فيه ليكوش وفيه الطوبات، طلعوا دابا للساريج، والى طلق الصباح تيتسد في العشيه. حاولنا الوقوف على وضعية الخزان المائي الذي يتزود منه السكان بالماء الصالح للشرب، لكننا منعنا من التصوير. في الوجهة الأخرى من الدوار توجد سقاية أخرى، لكن ماؤها غير قابل للشرب، يستعمله السكان هنا من أجل التنظيف والاستحمام. هاد المرأة حار، عطينا السيد في سبيل الله، الله يرحم ليه الوالدين، إلا سد علينا عن نهار كنموتوا بالعطش، ما كنصيبوا لا باش نصبنوا لا باش نعوموا لا باش نغسلوا أولادنا، حنا مكرفصين الحمد لله. هذا الراجل سيدي هو اللي عطانا الماء وغاتنا، غاتنا الله يرحم به الوالدين، الله يعطي حجة سيد النبي، هو اللي غاتنا سيدي، ما احنا متنا من ما غتنا، راه احنا متنا. ما تصلحش للشرب. راه سيدي وما شارش، ها حار، ما هو تحلو، مشوا لهيهازين وقفوا درعوا سيدي، ما يعطوناش الماء حلوة، ما يعطوهاش لينا. مطالب سكان هذا الدوار تتجلى في تزويد منازلهم بالماء الصالح للشرب. بغينا احنا غير روبيني، روبيني كنطلبوا غير روبيني واحد، روبيني كل دار، كل دار بغينا روبيني واحد صافي، ويدوزوا لنا حنا الواد الحار بحالنا بحال الناس، حتى حنا مواطنين، حتى حنا كنخلصوا الطلبات اللي طلبوها منا، حتى حنا نديوها. وزواعدنا ساعة القيد الأول وساعة القيد الثاني تيواعدونا بأن قبل ما يدخل الماء للبرطمان غيدخل لينا. هاد السكان ديال البرطمان السكن الاقتصادي المشروع ومشروع سكنوا وعندهم الماء الحار، عندهم الماء الحلو، عندهم الواد الحار، عندهم جميع الإمكانيات، إلا هاد الساكنة ما عندهاش. حكاية هؤلاء السكان مع الماء لا تعد استثناء، إذ تعيش بعض الأسر في أماكن أخرى في منطقة نائية ما في المغرب نفس الظروف وحكاية أخرى مع أزمة العطش.